طيلامه. طه أكذب عليك إذا أقول لك زينة صميم. حالتي كلش متخربطة وكلش خايفة على رغد. أهلي منعوني بعد أروح للتحرير لأنهم خايفين علي. هاي شبيك؟ وضعك مو تمام. اشو وجهك مقلوب من الصبح. اني البارحه تعبانه وما قدرت انام زين، ما بي هالشي. بنتي اذا تعبانه اليوم لا ترحين للكليه. هم مو يقولون نص الطلاب معتصمين وضاربين الدوام؟ ما اقدر ما اروح يوم. يحاسبونه. يما البارحة سعد حكى وياي بخصوص جنات. شبيها جنات؟ يعني الولد يقول انه يريد يخطبها بشكل رسمي، ما يريد يظل الموضوع بس حكي. ها اي بيها الخير ان شاء الله، بيها الخير. يعني انت ما عندك مانع؟ هاي شنو ابني؟ كل أم تحب تزوج بنتها وتطمئن عليها، وبعدين سعد صديقك وخوش ولد والله راسقه وراح يصير نسيبنا. يعني وين نلقى الجنات أحسن من سعاد؟ ها؟ ها ماما رايحة؟
إيه رايحة. الله وياك بنتي، الله وياك بنيتي. طلعوني ما مسوية شي، طلعوني. الله يخليكم ام اذيع. قوم الصمها الهاي، شو اليوم طالع لسانها؟ خابرت اهلها؟ مو انا اللي خابر، وليد هو التزم الموضوع ومن البارحه بالليل جاي يشتغل عليه. وش قد اخذوا فديه؟ لك بابا، هو ما خاطفها على مود فديه، هذا راسم على بيتهم لان بيتهم كلش كبير ويريد ياخذه التثويل. طلعوني طلعوني، والله ما مسوي شيء. انت ليش خاطفيني؟ من عندي واحد انا، الله يخليكم. صوتك ما اريد اسمعه، لا اسمع صوتك، اقص لسانك وخلي بيدك، فهمتي؟ ليش يجي يسوون فينا؟ فوق ما بدي اشوفه بالتحرير هنا؟ وصلت للخطر؟ حتى رفع الباب لا تجي. اهلها خايفين عليها. ابي رفع الصبح. قالك بعد ما اجي. ابوي يخاف علي. انتم ديروا بالكم بنات. طلع حديد احمد. بجواكة الحديدة باردة وما يريدون يوصلون هالنتيجة على مود نخاف، صح راح اشتاق الرفل، بس انا راح القى اجي هنا وش يصير خليه يصير. اي هذا الحكي المضبوط، واني هم راح ابقى اجي هنا وراح نظل نهتف بحرية رغد الى ان تطلع. جي صدق كذيب، يعني كل هذا يصير بالتحرير؟ دق ورقص ويجيك العينتين مرتضى، شي يقول لك؟ ثورة، ناس وأوادم ومحترمين وبنات عوائل، وين أكو؟ خليه هذا بالزايد يطيك كم يوم وراح يقلب عليهم، وداعتك لا يطلع عليهم سوالف يا أبو سوالف. هو شلون عادي عجبك بالقلبة جاكي؟ تعلمني بيه. اقول لك ما رديت لي خبر عن موضوع اللي حكينا بيه. حمام غراب. بصراحه ابو سعود يعني انا مستحي منك، ما اعرف شو اقول لك. ما وافقت؟ لا لا هي مو هيك يعني، بس كل ما هنالك البنيه تقول يعني اريد اتخرج. ليش هو بكيفه؟ قصدت اخوها الكبير. كلمتك عليها مسموعه. وموافق علي؟ خلصانه بلال. طبعا موافق عليك، انا وين القى احسن منك ستر وغطل اختي. بس يا ابن الحلال لازم نفهم، هذا زواج عشره عمر مو لعبه. بعدين انا ما اقدر اجبرها. انا ما قلت لك اجبرها، ولا انا اقبل اخذ وحده مجبور علي. عفوا الموضوع بلال هاي. ايش فيك لا تصير زعطوط؟ شنو زعلت؟ لك افتهم بابا افتهم. نقول لك هذا زواج قسمه ونصيب، وان شاء الله بالاخير جنات تصير من نصيبك. خطوبه على الاقل. ماشي، خلي يمر وقت على الموضوع وارجع افاتح، واؤمن انه اللي الك ما يصير لغيرك ابد، فهمت؟ اشرب شايك. مرات للحظه تبدي تشوف الاشياء داير مدايرك بطريقة مختلفة، تخليك تسأل نفسك وين أنا كنت عن هذا كله، وفجأة تبدي تحس وتشوف إن كل شي داير مدايرك دمار، وأولها دمار نفسك من الداخل. هنا لا تستغرب إذا حطيت راسك على المخدة
وتمنيت للحظة تنام وبعد ما تقعد، لأنه بالنهاية أنت إنسان ومن حقك ترتاح. بس حتى هاي الأمنية البسيطة مو من السهل تتحقق، ونفسها نفسك اللي تمنت أنه بعد ما تصحى ما أعرف منين تجيب القوة وتخليك غصب عنك توقف، أو تمثل على الأقل أنه أنت واقف وتكمل. يمكن اللي يدفعك لهذا الشيء هي غريزة شغف النهايات اللي تتملكنا. نحب دائماً نعيش أو نوصل النهايات، نهاية فيلم، نهاية قصة، نهاية علاقة، أو حتى نهاية الأزمات. بس وإحنا بطريقنا حتى نكمل بعض النهايات تبدي بدايات جديدة، وتفتح شهيتنا إنه نكمل للنهاية، وهيجي رح تبقى مقاوم وعايش حتى لو أنت بنص الدمار، لأنه شغف النهايات ما رح ينتهي دام إحنا عايشين. دكتورة منال، هاي دكتورة منال. امشي كوثر، امشي امشي. انت طلعت زوجة العقيد؟ وراحت يتمون حتى ابني. ليش دكتورة ليش؟ علي كيفك؟ ما راح أقول لش غير بس حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كيفك؟ الله على الظالم. اوقفوا، وين رايحة كوثر؟ بس اوقفوا يا فهمك كوثر. واخر الدوش الظاهر.
ممنوني شباب. تسوي شغلك وتأدي الواجب هاي عرفناها، بس مال تظلم هاي أول مرة أعرفها. أظلم شنو منال؟ أنت في كلامك، أنت ما مفتهم الموضوع. أنا كل شيء ما مفتهمه أصلاً، ما فاهمتك، وأنا اللي كان ظني فاهمتك كل هاي السنين. ولا أنا دا أفهمك، لأن مصدقة باللي تقول المراجعة مالتك، وأنا المفروض الكذاب. باختصار هذا الولد غلط ولازم يتحمل نتيجة غلطه، وأنا سويت اللي شفته صح. سويت اللي شفته صح؟ الولد راح ينعدم صلاح لو هو مظلوم. ليش يجون أهله ويتوسلون بيك ها؟ شنو؟ شنو اللي صح؟ شنو ذنب هذا الشاب؟ هذا الطفل اللي اجى على ايديه للدنيا، شنو ذنبه؟ منال، انت تحشرين نفسك بقضية ما تخصك. أنا أعرف أنت ضايجه لأنه زوجته مريضة عندك، وأنا مقدر هذا الموضوع. بس لازم تفهمين شيء مهم جدا، مو أنا اللي نظرت عليه حكم الإعدام، ولا أنا اللي قلت له يحصل أوامر، أنا سويت شغلي وبس. خاف الله صلاح، أنت عندك ولد، لما تخاف على نفسك خاف على ولدك. دمعة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. سعد بيك بخت وما خطبت اخت بلال، الله يحبك، هاي تريقضك انت ما تقدر لها. زين تحكي، اشرب السم مالتك واطلع بري، لا ظل تحكي ايش بيش، لان حكايه زايده ادفنك هنا، افتهمت؟ نزل ايدك، فوق ما خايف عليك من حكي الناس؟ باع، اقص لسانك ولسان الناس اللي يحكون عليها، افتهمت؟ قبل لا تقص لسان اللي يحكي عليها، روح حاكي صديقك خليه يرد اختي، حدز لك فيديو على الواتساب وتشوفه يلا تحكي. ولي شلون ناس من فوق هلا هلا ومن جوا يعلم الله، الله يستر علينا وعلى عوائلنا. احنا شو على جنات؟ شلون؟ تعبت صميم، كلش تعبت، تعس نفسي بدا أقدر أكمل، فارغة من جوه ومن هو واقفة. عاد هاي وين رحت؟ هاي سنتك اللي تستندين عليها. ليش هذا الضعف اللي أنا بيه مو أنت سببه؟ أني؟ طبعاً، الساعة تمر سنة وانت بتعري رواني مو يمك. تدري؟ تدري من يدق التليفون احس قلبي يريد يطلع من مكانه، من الدزلي مسج احس روحي تريد تطلع. خاف لا تقولين هيك، ما راح يصير شيء والله، لا تخافين علي. ويقولون العار ما يموت. تعبت صميم، كلش تعبت، اللي صار بينا مو قليل، عبوسي وأصدقائنا قبلوا بعد، وأخشي سالفة رغد اللي أخذت من عندك كل شيء. عاود هسه الحمد لله، الحمد لله من لقوها سالمة ورجعوها. صراحة غير الشغل اللي سواه عظيم. ما شفت الحالة اللي طلعت بيها شلون تكسر القلب. الله يعلم شنو الساعات السوداء اللي مرت عليها. تدري من شفت نظرات أبوها وأمها وهي راجعة؟ قلبي انكسر من جوا،
اكلت حقهم، حقهم اهلي غافل علي ما يريدوني بعد اروح. كافي حبيبتي، اهدي بداعتي كافي. شهدة صميم، شهدة شهدة، ليش ايش يصير فينا؟ ليش؟ ليش طلعنا مظاهرات؟ والمفروض احنا عايشين حالنا حال هاي البلدان برفاهية وراحة وكل شيء ما ناقصهم. شهدة طلعنا حتى يصير هذا الشيء؟ لو شنو هيستي؟ شنو نرجع للشباب اقول لهم اشغلوا بيوتكم؟ والله يا حبيبتي ما تقبل؟ كافي كافي بدعاتي. يلا 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 مصطفى عاشتي ذي. يعني هاي لو انا مخطوفه وتحررت كان وزعت عصاير هيك؟ انت بس توكلي على الله ونخطفي اوزع كل شيء. اما اذا استشهدتي يا عيني يا عيني اظل شهر كامل اوزع، ما اخلي شيء ما اوزع، حتى نبقى اوزع، ايش تريدين؟ ادري هذا ثواب لفرحان لين متت له شنو؟ لا عمي لا الله لا يقولها الله لا يقولها اولادي حتى اذا شقى. الله يحفظ شبابكم جميعا ان شاء الله وما يضيع لكم تعب. الله يحفظك عم ابو علاء، الله يطول بعمرك يا رب. بس قولوا لي رغد شلونها؟ رحتوا لها شفتوها؟ اي والله رحنا لها بس خطيه شويه تعبانه. جيب بعد واحد حقها الله يكون بعونها. بس الحمد لله والشكر رجعت لها لها سالمه. الحمد لله. هاي جتي هاي. زين جيتي. لا 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 شكرا. تعال اخذ مكاني راح اروح. هلا بابا هلا هلا. هاي شنو؟ شو من وقت اليوم؟ ليش؟ مو قبل ما اروح البيت راح اروح الرفل. صدق هي رفله شو ماكو؟ ما راح تجي بعد؟ لا تجي ان شاء الله بس ابدا اشوف شنو الموضوع. حماده توصلني؟ اذا حماده ما يوصلك لعد من يوصلك؟ جنات يلا امشي. مع السلامه عمو. الله وياك بنيتي. الله وياك. باي باي شباب. خلينا نصور فيديو على سلامه رغد. اليوم احنا محتفلين بسلامه حبيبتنا رغوده اللي مكانها كلش خالي بنصنا واللي ننتظر رجعتها بألف سلامه. وقولي لهم هاي كرار يوزع مناسبه سلامه رغوده وعلى حساب كرار. اكدي على حساب كرار. تعال منا 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 منا. هلا ما ابغى يا بهاي العصائر والبباسي على حساب كرار. يوميا راح تلقوها هنا بنفس الزمان والمكان. مناسبه سلامه رغد. مكان بنفس الوقت وما تجون. تعال يا باكر هم راح يوزع بنفس المكان وبنفس الوقت، مو ما تجون. خير دكتور، ايش بيك؟ صوتك ما عاجبني، شنو صاير شيء؟ أنا مو زينة عبد الله، ما أعرف شنو اللي صاير بينا حتى وصلنا للي إحنا وصلنا إليه. أبوك وحمزة واحد مطايق الثاني، واحد ما يشوف الثاني أيام، وأنا واقعة بنصهم. ما أعرف، أبوك صاير عصبي وما يتفاهم وما حد يقدر يحكي وياه كلمة. حمزة الثاني ما أعرف، ما أعرف عنه شيء. أخابره تلفونه ما يرد علي ولا سمع صوته. رح أموت رح أموت، مختنقة علي والبيت وحش علي. أحس بوحدة أمي، أحس بوحدة. إيه بس هم عددهم أقل عدد خلال هذا الأسبوع، شلون ما قدرتوا تسيطرون عليهم وتفضوها؟ سيدي انتشر خبر الاقتحام وأجت ناس هواية ناشين فيديوهات يطلبون دعم، وخلال نص ساعة العدد صار أضعاف. أكو خسائر؟ نعم سيدي، بالأرواح هواية وجرحى كلش هواية. نتوقع ردة فعل عكسية، احتمال راح يحاولون يتقدمون ويعبرون الساتر. سيدي ما راح يعبرون، ماخذين كل احتياطاتنا. احسنت.
هلا منار. هاي شنو ايش صاير؟ هاول افواج تشبيك فتوا عليكم؟ طمني انت زين؟ والله العظيم زين. ليش دا احسك مو طبيعي صميم؟ الله يخليك لا تضم علي، اذا بيك شي طمني. زين بقيه الشباب شو اخبارهم؟ بدي ادور عليهم حبيبي. اول باول انطيني الاخبار ودير بالك على نفسك. حمزه حمزه ما جاوب على تليفونه ولا باي باي. تمام ماشي. عيوني ببالي أنا، هم عيوني ببالي. يلا مرتين أقول اليوم أبو النسب مش قافل، حتى نرجيله ما نزل قام بقى حش شقائر. سعود حبيبي شنو قاعد فاتحة توسع على رجيلة؟ مالي واهز مالي واهز. أنا أعرف كل دمارات هذا، خاف أقلت على علسك داس داسين ويبدل يقول لا مالي واهز وخسرت لك. حافظك ضلعي حافظك على الغير. صدوق طلع الفيديو دزولك اياه وشوفه للعينتين. يابي ايش بيك؟ الفيديو مال ذني البنات اللي رقصن بالساحه والشباب قايل مدايرين. هم رجعنا لهذا الحكي الماسخ. عم ادعوا في الساحه بحالها وانتم بشغلكم، بعدين ذني مبينه كل الناس حكت بيها مندسين دازين حتى يشوفون سمعه الساحه، وكل الناس عرفت بس انت ما تعرف. بس شنو عيني لازم اصدق اني؟ مشكلتك حبيبي عوف الساحه بحالها، العب التهم بشغلك طلعنا من راسك في دول عمرك. سعد ايش بيك ساكت؟ طلع الفيديو خلي شوفه بلكي يتوب بعد ما يروح للتحرير على ايدينا. غير مره بلال غير مره. يلا نترخص شوفكم بعدين. سعد هذا ايش بيك العب ما بيشي نلعب العب تلقاك وحسبه براسه وباكر تلقانا يقمز مثل القرد. يلا شوفني الي انا ولك الك حبيبي بس طلع الساحه من راسك في دول عمرك. لافو سيدي محتاجني؟ حمزه ماكو، صار لي يومين ما راجع البيت وحتى ما متواصل ويا امه وتليفونه ما يجاوب. شوف لي اياه وين. زين سيدي منين تدني ابدي؟ انت مو تدري بي هو بالتحرير؟ بس هم وين راح تلقاه بنص هاي الهوسه؟ حاول تتبع رقم تليفونه، تليفونه ديرين بس ما يجاوب. عندك رقم تليفونه مو؟ نعم سيدي. حاول تتواصل وياه. صار سيدي. ها منال. صلاح ليش دا احسك ضام علي شيء؟ حمزه صاير له شيء؟ لين ما معقول هدا يصير. لو هو بخير كان رد علينا. أو على الأقل جاوب على الرسائل.
شافوا الساحة فرق. أنا مصوب بيض؟ هو مصوب بيض. لا تخاف على الساحة. كمان. الساحة بدأت تنترس. الناس قاموا يجون. حمزة وين؟ حمزة وين؟ ما شفت. خابرته قبل ما يطفي التليفون يشحن. حبالي وياك. أنا راح أدور عليه وأجيبه. أنا أتحرك. أتحرك كمان. يلا القناة. يا مالك! أعطاها بشر سيدي. حددنا مكان التليفون. ايه احكي وين. ايه احكي وين. خاف الله صلاح. عندك ولد. خاف على نفسك. خاف على ولدك. على ولدك. دمعة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. تعرفين صاحب هذا التليفون؟ كل هاي التليفونات مال الشباب اللي يجيبوهم شهداء فياخذوها قبل لا يردون الثلاجات. سيدي you